لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد مساكم أينما كنتم. معاكم عات الحياة من الدنيا الفانية، ومتابعين الكرام وحشتوني جدا جدا جدا. أتمنى من ربنا عز وجل أن أنتوا تكونوا بخير وعلى خير. فأول كل فيديو بحب أتشكر للناس المنضمة الجديدة للقناة، وشكرا أيضا للناس المهتمة باللايك وشير والكومنتات، أيضا شكرا للناس اللي هتنضم من جديد. يا رب الأيام اللي احنا فيها والانشغال ينتهي على خير وكل خير. وبما أن القناة متجهة للنساء، ولكن مركزين أكتر على الحاجات العشبية أو التجميلية، حاجات الوصفات، اطلب مني أقوى منظف للبوتاجاز نسبة للدهون، أقوى منظف للستيل، حاجات اللي هي بتجيب نتيجة من الآخر، فعلا بتضيع الحروق والدهون من غير مجهود ولا دعك. وبما ان القناة متجهة للنساء، قناة نسائية منوعة، فمحبتش ان انا اتجاهل الكومنت ده. ومش معنى ان انا بقدم اعشاب بس ان انا مثلا ما اقدمش مرة وصفة طبخ او ان شاء الله امورنا تستقر، وهعمل في القناة كل ما هو جديد. فحبيت النهاردة ارد عليك كمتابع. اقوى منظف ده عن تجربة هو الباور، ده الباور. لو انت واحدة مش عايزة انك تتعبي وانك تعملي مجهود، الباور بيقضي تماما على اصعب الدهون وعلى اصعب الزيوت والشحوم، سواء كانت من الستانلس ستيل وخاصة زهران، لان زهران قاع الحلة من تحت بيكون عبارة عن فتحات اللي هي بيوزع فيها الحرارة، فدي لو الزيوت جت دخلت جواها مفيش. بالنسبة لنا انا باور. طيب لو مفيش عندك باور تمام، ايه تاني اقدر ان انا اغسل بيه لو انا مش حابة ان انا اجيب باور؟ ده ابن ناس قوي، البيكنج بودر او بيكنج بودر حلويات، بتجيبيه بترشيه على المكان اللي انت عايزه تدعكيه، وتحط عليه شويه خل، وكان الله يحب المحسنين. الاثنين دول اقوى 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 منظف للبوتاجازات، للغسالات، للثلاجات، اي حاجه فيها ستيل في دهون وحروق، ده بكل بساطه بيقدر ينظف لك العمليه دي كلها. حبيت ارد على المتابع، يا رب اكون قدرت افيدك. وانت جارب ست وام في البيت منفوخة حرفيا بتعمل كل حاجة، فأنا جربت كل حاجة موجودة في السوق. هو الباور كويس جدا جدا، والبيكنج باودر كويس جدا، ملح الليمون والخل كويس كمان أيضا، بس ده أقوى لو عندك البوتاجاز بتاعك بيكون جاب نتيجة من الآخر. متابعينا الكرام، يا رب أكون قدرت أفيدك، ولو بجزء بسيط. لو بيعجبكم فيديوهاتي بشكل عام، ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.